السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي دورة تدريبية جديدة بعنوان Flask of Development. هنبدأ في هذه الدورة التدريبية شرح وتبسيط لفريمورك وهي موجودة منذ فترة ليست بقريبة وهي الفلاسك فريمورك. عشان نبدأ في الفلاسك فريمورك لازم يكون عندنا أساسيات لغة البايثون. البايثون لغة ديناميك وتعتبر اللغة الثانية الأشهر في العالم. اولا هيكون في البايثون، هنشتغل على بايثون 3، لكن الكود يصلح ايضا لبايثون 2.7، هنشتغل على فيرجن 3.7. بعد ذلك هنقوم بانستال للفلاسك، والنسخه الحاليه هي 1.1. هنحتاج كود اديتور، وهذا الكود اديتور يفضل ولا نشتغل عليه هيكون ان شاء الله هو الفيجوال ستوديو كود، لكن اي كود اديتور كاتوم او كبراكت او اي كود اديتور هيشتغل، او سبلايم تكست، جميع هذه الكود اديتور تشتغل، ولكن فيجوال ستوديو كود في بعض البلاجنز زي البايثون وزي الباي لينتر وعديد من البلاجنز اللي بتسهل عمليه الكود رايتنج، وفي ايضا بعض او في ميزه الكود كومبليشن، يعني هو يعتبر مميز عن باقي الكود اديتورز. نبدأ إن شاء الله أول درس. في هذا الدرس هنبدأ إزاي نقوم بتسطيب بيئة العمل وإضافة الـ Virtual Environment بحيث يكون الـ Space متوفرة أو جاهزة للعمل. لكن هنبدأ الأول توضيح للفلاسك. الفلاسك هو Light Framework أو Micro Framework. بايثون في اثنين Framework أساسيين لعمل Web Application، أولهم الديجانجو هو الأشهر وهو هاي ليفل فريمورك، ويتم مقارنته بلارافيل في بي اتش بي او في روبي اون ريلز في تعتمد على روبي. وجانجو تم عمل برامج شهيرة جدا او مواقع شهيرة جدا كمثال لها بنترست وانستغرام وكيورا. يبقى اذا بايثون هاي ليفل فريمورك، لكن الفلاسك هي مايكرو فريمورك بتتيح الأساسيات اللي تبني بيها تطبيق بسيط، وليس معنى مايكرو فريمورك اللي هي ما بتعملش اللي بيعمله الفريمورك كجانبه، لكن لا يوجد فيها وليكن الأوبجكت موديلينج، يعني التعامل مع قاعدة البيانات غير متوفرة، لكن متوفرة عن طريق extensions. الادمن غير متوفرة عن طريق اكستنشن. الفورمز يعني نضيف فورم كانبوت فيلد وتكست فيلد غير متوفرة، ولكنها متاحة ايضا عن طريق اكستنشنز. يبقى اذا هو بيتيح الاساسيات، فلاسك هو مايكرو فريمورك بيتيح الاساسيات ويترك الباقي الى اكستنشنز. اولا الفلاسك تم تصميمها او برمجتها بناء على ورك زيوج وهو مكتبة، وجنجا تيمبلت، وجنج أيضا تستخدم لو أنت فهمتها تستخدم أيضا في جنجو. إذن هذا هو تعريف بسيط بفلاسك. نبدأ. فإذا حاليا نحن في فولدر في الديسكتوب، أي نظام تشغيل لبعض الأوامر اللي هتم بها تفعيل بيئة العمل. حاليا بستخدم لينكس، تم ايضا هكون بارفاق الاوامر اللي استخدمها في ويندوز او ماك. لكن خلينا نبدا في التيرمينال. لو نتاكد ان في بايثون 3 شغال، بيقول لنا ان بايثون فيرجن 3.5، كلام سليم. خلينا نبدا بعمل فيرتشوال انفيرمنت. هنقول بايثون 3-m فيرتشوال VI virtual environment، وهنسميها وليكن ENVT virtual environment. ده الكوماند، لكن ENVT ده name of the environment، ممكن نسميها اي اسم، فممكن نسميها ENVS. بعد دقائق بسيطة بيتم تسطيب الـ setup tools والـ bib wheel. فهو حاليا تم عمل الانفيرمنت وهي موجودة في هذا الدايركتوري. فبعد ذلك هنذهب إلى هذا الدايركتوري cdenvs إلى البن. بعد ذلك
هنقول سورس اكتيفيت. فاذا طالما في القوسين و اي ان في اس فاذا تم تفعيل الفريم ورك او الانفايرمنت بنجاح. طب ايه هي ليه بنستخدم انفايرمنت؟ ببساطه شديده انت شغال على مشروع بيستخدم فيرجن 1.1 وجميع الاكستنشنز تستخدم هذه الفيرجن اللي هي فلاسك 1.1. بعد فتره وليكن شهر فجالك عميل طالب ان تشتغل على مشروع بيستخدم نسخة قديمة وليكن 0.8 او بيستخدم نسخة حديثة وليكن 1.3. فليس من المقبول او ليس من ليس منطقيا ان نحذف جميع الفيرجنز، نحذف جميع اللايبرز ونضيف ونقوم بتصطيب. ليس من المنطقيا ان نحذف اللايبرري بايثون ذات نفسها ونقوم بتسطيب فريمورك من البداية. ولكن المنطقي والشائع وجميع ديفلوبرز بيستخدموا هذه الطريقة ان بيكون فينا عندنا الباكجراوند او الاساس وهو البايثون سواء 2 او 3 بنقوم بعزل البايثون عن اللايبرز عن المشروع. يبقى اذا كل ابليكيشن كل فريمورك كل ابليكيشن بيتم العمل عليه بنقوم بتسطيب لي libraries عن طريق virtual environment. يبقى إذن ال virtual environment ما هو إلا طريقة لعزل ال بايثون عن المشروع بحيث نستطيع أن نقوم بتسطيب أي مكتبات وتكون منعزلة عن البايثون ريز. وأيضا الميزة الرئيسية ما يحصلش conflict بين libraries لأن أحيانا بيكون في libraries بفيرجنز معينه وتعتمد على ديبندنسز وهذه الديبندنس ممكن تكون قديمه او حديثه فبيحصل كونفليكت فبيحصل ايرور في الابلكيشن. فاذا الطريقه الامثل هو نستخدم انفايرمنت. حاليا في موجود اي ان في اس بين قوسين باذا متاكدين تماما ان هذه الانفايرمنت شغاله ومفعله. كيف نقوم بتسطيب الفلاسك؟ فببساطه شديده بيب انستال فلاسك ونتأكد اف سمول او اف كابتل لن تفرق كثيرا. فبعد لحظات بيقوم بتسطيب الفلاسك وبيضيف ايضا ورك زيوب ممكن نستخدمها بعد ذلك وهي مكتبه بيعتمد عليها فلاسك. بعد ذلك ممكن تسطيب اكستنشنز مثل فلاسك ادمن. جميع الاكستنشنز بتكون فلاسك وداش ادمن اور داش هو اسم الاكستنشنز. بعد لحظات بيقوم تسطيب الاكستنشنز. بذلك حاليا عندنا انفايرمنت اسمها اي ان في اس متوفر فيها فلاسك، متوفر فيها فلاسك ادمن، متوفر فيها دبليو تي فورمز. عرفنا ازاي نقوم بانشاء انفايرمنت او فيرتشوال انفايرمنت منعزل عن البايثون وعرفنا ازاي نضيف أو نسطب اي باكج وازاي نضيف الفلاسك اكستنشنز. بعد ذلك سنقوم بانشاء دايركتوري للعمل عليه. فنضيفنا سورس src. بعد ذلك هنرجع خطوتين من البن ونذهب الى السورس. ممكن نضيف ملف touch main.py. وبعد ذلك في الدرس القادم سنشرح كيفية البدء في عمل أول أبليكيشن بسيط عن طريق فلاسك.